السلام عليكم البنات، دايرين لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ اليوم غادي نصوم معكم واحد جوج ديال الصوص ديال الكراميل، شي حاجه اللي واعره ودغيا كيوجدوا وحده في نفس الكف وحده. عندي هنايا زلافه ديال السنيده، جوج معالق ديال الزبده كبار، وعندي دانو مسوس، وعندي علبه ديال 200 غرام ديال الكريمه السائله ديال الطياب ماشي ديال الحلوه ديال الطبخ. واللي ما عندوش يدير جوج دانونات وصافي. مهم اول حاجه غادي تكون هاد سميتو الكسرونه ولا المقله اللي نخدم بها تكون ناشفه، ما تكونش فيها حتى شي قطره ديال الماء. المهم هنايا انا غادي نسرع شويه، ما غاديش نشرح لكم بزاف حيت كنصاوب الاولاد ديال الفطور. دابا راه كنوريكم انه بدا كيتحمر، راني كنصاوب البانكيك لولادي يفطروا يمشيو، والاقتراح الثاني غادي نشرح لكم بالضبط كيفاش كيفاش كتخليه يطيب ان شاء الله يا ربي. شتوما بدا كيطيب، بدات كتحمر ديك السنيده. هنايا راني كنصاوب البانكيك ديال الطحين ديال القمح والشوفان كيفطروا به الوليدات. شوفوا دابا راه 7 و6 دقائق، يا يعني خصني 7 و4 كاع الماكسيموم يكون 7 و4 يكون كلشي موجود في الطبله ان شاء الله. ماشي داكشي اللي كنزرب وما مسحت لكمش مزيان كيفاش الكراميل تخليو سنيده، ولكن الثاني غادي نشرح لكم فيها. غير كملوا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا ان شاء الله باذن الله. هنايا كنخلي السنيده من بعد ما كتذوب صافي، كندير هاد الكريمه وغادي ندير دهنو المسوس وغادي نحرك مزيان. ما تخافوش منه الا تحجر، راه ما يخلعكمش، غير استمروا في التحريك. شفتوا راه كيولي بحال محجر، غتقولوا راه صافي خسر ولا لا، راه ما خسرش. حركوا صافي حتى يذوب مع بعضياتو. شفتوا ها هو بدا كيذوب، ما كيبقاش محجر في خطره. ما غير تبعوا مرحله بمرحله وغادي تشوفوا. هذا راني صورته على الصباح والاخر صورته بعشيه، صافي مونطيت الفيديوهات بجوج ودرتهم في فيديو واحد. هنايا جوج معلقات كبار ديال الزبده، هادي راه جوج معلقات كبار ديال الزبده. هاد الزبده راه كتعطي واحد المذاق خطير زوين واعر، كتكون واللي خاف الزبده هكا البنات ما ديروش البواطه، الزبده ديال البواطه لا، المارغرين لا، الزبده تكون نوع جيد. صافي هنايا خليت داب الزبده ودرتو اول صبقت بعدا وليدي هو الاول الصغير يفطر، بعد ينوض الكبير يلا كيتغدى يفطر الوليد نهبطو ويجي الوليد الكبير حتى هو يفطر، عاد تنشوف راسي انا، عاد تنشوف فطوري انا. هاد المشاغيب خاصو كلشي يصاوبو معايا. البنات هنايا كنوريكم القوام ديالو كيف داير، واعر اللون كيجيو بحال هكا محمر وزويون. صراحة ما كيخطانيش انا من الدار، كينفعني بزاف بزاف بزاف. وغندوزو دابا باش الاقتراح الثاني. وبالنسبة للكراميل هذا سهل، ما كيحتاجش الزبدة وما كيحتاجش لا كريمة لا دار المسوس. عندي هنايا ما نقول لكم بالغرام، عندي كاس ديال الماء وكاس ديال السنيدة، هاد الكيسان هما كنا ندير بهم الرايب، هما اللي كنا ناكل فيهم الرايب. إلا بغيتو بالغرام عندي 150 ديال 150 ديال الماء و 150 ديال السكر سنينة و 150 ديال الشوكولات مقادين. عبرتو بهاد الكاس ديال العنبة، غديرو كاس ديال الماء كاس ديال السنينة و 20 حبة ديال الشوكولات، 20 حبة ولا 21. أنا الصراحة هنا عندي 21 عبرتها وبقات لي هاد الحبة، قلت صافي خليها معاهم عند ما غادي نحط عند ما تزيد صافي. وشوية الملحة أول حاجة غادي ندير السنيدة بحال
نعرفه وغادي نخليه معليش نعاون نحرقه وهذا كتكون ناشفه صافي غادي نخليه حتى يبدا يطلع ليا من جناب شويه وغادي نرجع معاكم بلا ما نطول الفيديو. هنا هانتوما كتشوفوا بدا كيطلع من جناب صافي راه منفوسه باش ما يتحرقش ليكم. وداك الكاس ديال الماء راه درتو كيطيب باش ما تديروش فيه الماء بارد. ماما انا غادي نتبع معاكم مرحله بمرحله. كيولي بحال العسل. بحال ديال الملح العسل. واخا هاك يا ماما هذا في شويه اسلام لا اين نص ديال ضروري من هاد الخبيثة ديال الملح ديال البلاطه كتعطي واحد اللذه. انا زعما كنت كنقول علاش ملح شنو غدير يعني سبحان الله هاديك المذاق ديال ديك الملح يجي زوين فيه صافي. من بعد ما كتعرفو السند انها دابت مبقاتش تحس السنيدة صافي غندير هاد الما طايب نعمر الفيه. هاد الوصفة هاد الوصفة كتعطيكم ماما زوينة. شنو قلت الإسلام؟ هاد الوصفة كتعطيكم ماما زوينة. ياه كتعجبك كتبوك يا حماق على الكراميل. هاد إسلام كحل وجهك كحل وجهك تنساني عيب شوية على نفسك يا حبيبي. خيفي من الأحسن ديروا الماء طيب باش ما يحرجش فيكم. إلا درتو الماء طيب دغيا كيوجد. الرو ديالي كيتسلم. أنا هنا راه كنوجد الولد ديالي بغا الرو وبغا سوسيتو ولفتة صافي بحال هكا. نتوما قطعتش لكم كاع الفيديو باش تشوفو. اسلام وسخوت صافي داب مبقاش صافي. دابا في هاد الأثناء غنشل البوطا معتبقاش شاعلة وغادي ندير هاد الشكلة لاصق لاصق ليا في الكاس صافي. و تكملو هاكا بقاو تحركو البوطا طفيتها راه مخليتهاش شاعله صافي. كما كتشوفي معايا البنات شوفو هدا صافي. هادو هو الكراميل اللول دابا هادو هو الكراميل التاني. أنا شوف شوف خلصت القرعة فانت كتنفضها كتنفضها مخليتيش و انت مكيديرش لي بحال هاكا مزيان صافي. تبقاو هاكا تستمرو في التحريك تحبسو تزيدو بلا ما في مدة الشكلاط. كيف كتشوفو نتوما هاو الشكلاط تقريبا داب بقاو شي حبيبات رقاق ماشي بزاف. درت هادي صافي باش تعجبني انه داب باش ما نطحنو ما تجيش حاجة. صافي نخلي مازال غادي يعقد على هاكا واحد شوية يدفى ما يبقى ما يبرد واحد شوية وتلاقاو وتشوفو الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالو مازال يعقد مازال يعقد واحد شوية ولكن هذا الا بغيتو يعقد كثر زيدو الكمية ديال الشكلاط. انا حيت بغيتو كيبرد
يلا كي يزيد خفيف، يبقى خفيف شوية. وهذا هو دسف القرعة. بدنا نديكم حتى هذا، تشوفوا هذا راه كيجي تقين. شرا ولدي بقى تخلط فيه وخلاص، راه استعملتو داك في الصباح الباكيت. شو كيجي خاص هذا، وهذا كيجي مطلوق. هذا كيعجبني انا، حيت مازال غيعقد واحد شويه صافي غيجي هو هذا. ملي كيبرد راه كيجي كيعقد. صافي كنديرهم هكا في قريعات، وكنبقى نستعملهم هكا في كيكه، في فانكيك، في اي حاجه. راهم زوينين، غير هذا كيجي بالكريمه اولا بدانو مصوص، تقدروا ديروا فيه جوج ديال دانو مصوص. وهذا كيجي فيه البنه ديال الشكلاط، حتى هو زوين. دائما كيكونوا عندي بجوج، كنستعملهم جوج، كيعجبوني انني نكون عندي مره كنوع هكا مره كنوع هذا. كيجي هذا فيه واحد المذاق واعر، مذاق غزال ديال الزبده. وهذا كيجي فيه داك المذاق ديال الشكلاط مزينو. المهم الاقتراحات اللي عجبكم ديروه. هذا ما كيتقالش غالي بزاف، حيت فيه غير شويه ديال الشكلاط سالي خلاص الماء. وهذا واحد شويه حيت الزبده ديال، انا كنستعمل الصراحه ساندرال، واخا كتكون شويه زايده في التمره كتعجبني. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هادو هما الاقتراح ديال اليوم، كنتمناهم يعجبكم. وما تنساونيش من لايكات، لايكات البنات، لايكات هاد القناه راه شحفاتني. انا نحط الفواز الوصفات ونحط في نهاري، وهو ما بغى يطلع النهار ما بغى يطلع. كنتمنى ان شاء الله يجي النهار اللي فرحني ربي، وطلع ان شاء الله ويطلعوا الفيديوهات باذن الله. كلشي في هاد الله. يلا البنات تبقاو على خير.